مشاهدي قناة الساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم فريق قناتنا في زيارة السوق الأسبوعية بحمام سوسة. السوق هذايا معروف ومشهور بوفرة المنتوج وتنوعه. السوق هذايا زادا يجيوه الناس الكل من كامل الساحل الكبير. باش ناخذوا في التقرير هذايا آراء المواطنين والتجار وانطباعاتهم حول الأسعار ووفرة المنتوج. تابعونا في التقرير التالي. ايش رايك في الاسوام؟ يقولوا المرشي هنا معروف في كامل سوسه وحتى الولايات المجاوره يجيوه بالذمه، معناها كل نهار جمعه حمام سوسه. فما الغالي وفما الرخيص، ماهوش كله غالي ماهوش معناها باهي على قبل. نقول معناها الزوالي نجم يلقى كل واحد يديروا قدره، معناها ينجم يلقى بقدره رب. فما الرخيص وفما باهي خير من قبل. رخصت على قبل. فيك بكري تبرح وتقول كل شيء رخيص، كيفاه؟ رخيص او بطيخ ب 500 فرنك دلاه 3 كيلو بلف. هو كل شيء رخيص في تونس، يقولوا كل شيء غالي كل شيء غالي، كل شيء رخيص بيوم ما ثماش. ود القمرة دينار، اللوبيا خضراء بدينار واللوبيا حمراء بدينار، فارس 1500. الكرم الكرم 700. لا القنوية هذيك ب 25. سوريز 8000. طماط سريزة 1500. القرعة 1200، الأخضر ولا البطاطا هذاك؟ من خزامة من القلعة من الكود من كل بلاد. استناو فيهم الجمعة للجمعة في كل شيء تبارك الله. كل شيء موجود، كل شيء موجود، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كل شيء. الأسوان في المتناول. والله يرفق باهي، باهي تو الخضرة والكل باهي الحق أبرك. بدل المقلتي ب 1800، في التويل متوسط 17، طماطم 700، بطاطا 900، بصل 800، فقوس 800، ودنجال 1500. بطيخ 800. الله في المتناول، مش في المتناول الزوالي، لا الزوالي لا. توظف اي صاحب بيدجي شهري اي، اما بالنسبه للزوالي سلق معدنوس 200، نعناع 4000، فجيل 500، بتراف كيف بلفي، ونجاله نجاله ب 1500 كيف. مسوه مناسبه برا مرفقه معناها قدروا كل قدير وقدروا، ما زلت ما عملتش دوره بالباهي، اما كل قدير وقدروا. وانت تجي ديما لسوق حمام سوسه؟ حول الله. يقولوا اللي هو الاسوان في المتناول. والله لا مش في المتناول، غالي شويه سوق حمام سوسه. المواطن يحب كل شيء بلاش، ونحن ناخذوا في السلع بالفلوس والسلع غالي، يخرج بي رمضان ترخص السلع. بلاش ديما يشكي ويبكي المواطن. كل واحد حلاله وما دام فما الزواولي وفما القاع عنده، فهمت شاني يحب يركب كابوس هذاك على الاخر. اسوام الفريز اليوم؟ فما ب 2000 وفما ب 2500 تيل وكامارازا. قول انت فريز عربي وفريز سوري. سوري اي. فما اقبال ولا لا تو؟ برشا شويه باهي. السلام عليكم مبروك. والله انا تو دخلت السوق قاعد به اول مره. الرسوخ كان في كنات الخضار والكل مشي روحوا بصلاتهم الكل. بصراحه ما كان شكا، كان زحمه وكانت الناس تعبي وكانت الناس تو السوق فرق. تو كتشوف كانه معناها كانه حانوت ماهو السوق سبت. احسن رمضان عدينا السنة. فيش من الناحيه كل شيء بركه ربي، كل شيء بركه ربي، كل شيء موفر وكل شيء بركه ربي، الحمد لله يا ربي.